لذلك أحيانا يأتي تضييق الرزق رسالة من الله لطيفة. بالمناسبة الله له رسائل. أيام تجري دولة عرض عسكري كبير، هذا العرض العسكري رسالة إلى دولة أخرى، أليس كذلك؟ اسمه رسالة. فالإنسان أيام يشيب شعره، يضعف بصره، ينحني ظهره، يستخدم العصا، هذه رسائل من الله. التطورات الصحية السلبية بعد الخمسين، هذه التطورات رسائل من الله عز وجل أن يا عبدي قد اقترب اللقاء، هل أنت مستعد له؟